اسمي حسان سوداني، يعني زيادة والخلق في ديور الشابو 1940 حي المحمدي بالدار البيضاء. الآن اللي كنسميه وهذا الحي اللي زدت فيه الآن راه خدا واحد الاسم جديد وهو بشار الخير، ولاو كيقولوا ليه بشار الخير، هو راه شابو قديما. ايوا من بعد في الشابو فاش خديت يعني التألق شي شويه في المسرح وبديت يعني كنتفرج في يعني بعض الممثلين الكبار هذيك الساعات الصديقي كل سبت كنمشي للنقبه اللي في شارع الجيش الملكي ديال الاتحاد المغربي للشغل، كان كل سبت طيب صديقي كيعمل لنا مسرحيه للعمال، ومن تماك خديت المسرح باسمه وبقيت كنساير الامر. وداك الشيء اسسنا فرقه 1968، اسست فرقه مع يعني دارت شراكه مع فرقه اخرى وتوحدوا على الاسم ولات اسماء اضواء الشباب. كانت المسرحيه الاولى اسمها الاضواء والاخرى اسماء اليقظه، وسميناها تحت اسم اضواء الشباب، وبقات سير الركب ديالها الى سنه 1975. هذيك الساعات كان ديك الموجه ديال الغيوان وداك الشيء الى اخره، من قليل اللي باقي كيدير المسرح، حتى حنا قلبناها الغيوان شيء ما، واسسنا واحد الجمعيه واحد الفرقه اسمها ولاد عريب، وحصل لنا الشرف باش نسجلوا اربعه ديال القطاع ديال الاستثناء. وكاين بعض القطاع اللي بدا وكاين بعد الاسبوع اللي كنسمعوا ولينا كنسمعوها في بعض الدول العربيه، تنسمعوا بعض النغمات ديالنا في الدول العربيه. والان يعني استاذ ديال الخط العربي والتشكيل وكذلك المسرح، ويعني ماشي غير في هذه الجمعيه هذه، كنعمل مع جمعيات اخرى مجالس حره، كنعمل الخط يعني كنعمل كل نهار كنعمل مثلا اربعه الاقسام وغادي هكاك. وسبق لي زاولت نفس النشاط في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للخط، ولكن درت تماك واحد 8 شهور في واحد المدرسه اللي هي اسمها مدرسه الايمان، هي فاش كتجمع الجاليه المسلمه والعربيه كيصليو الجمعه وداك الشيء الى اخره. مدرسه الايمان هي فين نعمل في المسائل وداك الشيء، وحبدوا الناس الفكره، الجاليات كلهم حبدوا الفكره وداك الشيء الى اخره. صعب انك توسع العمل ديالك. السؤال وجيه، سؤال وجيه، وديما كنتظر بحال هذا السؤال يطلقوا عليا شي واحد، ولكن انت الان طلقتيه، ولكن كان في الصميم. انا الان كون مدرسه مثلا بحال مدرسه بنو بجام اللي عملت فيها، يعني ضروري المدير كنستفسرو كنقول ليه انا راه ما بقيت ماشي غير الدراري الصغار هما اللي غادي يتعلموا الخط، راه بغيت نعلم الناس حتى الكبار، حتى الكبار. كاين اللي متقاعد الان وما عنده ما يدير وما متحملش يمشي للقهاوي ولا سمو، بغى يدير شي حاجه شي عمل نقي جدير بالمعرفه ديال الاسول ديال الحياه وداك الشيء بغى يعملو. وعملوا معاني وعملوا عندي واحد جوج الاساتذه، واحد في الجامعه ديال سيدي بوليوط، والان تبارك الله راه قال لي ما عندي ما نتسال دابا وليت تنكتب شي شويه، المهم كنعمر وقتي ما بقيتش كنمشي للقهاوي، واش متيني، هو راه تقاعد. والان هذا عمل مزيان، لهذا انا اي مدرسه كندرس فيها الا وكنطلبهم بغيت نعود نعمل حصص للكبار باش حتى هما يستافدوا، ها يستافدوا يعرفوا اش كيكتبوا وداك الشيء الى اخره، وربما تعرف ما نبقاش غير في الصغار وداك الشيء الى اخره، لان في الصغار كنتعب بزاف في الصغار باش تعطيهم كاع الاسبوع. اما الكبار تقدر تغوص معاهم بزاف في شي بحور اللي هما كيفهموها، وسيرتو اساتذه الله يرضي عليك، فوالا يكون يزيدوا من المعرفه من عندهم، فهمتي، وغادي بحال هكذاك ان شاء الله. وبالنسبه لهذا النشاط اللي حنا عملناه بمناسبه 25 الذكرى 25 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين، يعني صرنا باش نعملوا هذا العمل
وان كان اسمه عمل شويه اجتماعي، ولكن بغينا نحفزوا يعني الاطفال باش حتى هما يحاولوا يزيدوا شي شويه من الجهد ديالهم. هذا بغينا غير نشوفوا يعني كيفاش كيتفاعلوا مع المسرحيه. والحمد لله راكم شفتوا العمل، ربما عجبكم لا ها، وحتى الموضوع حتى هو راه مهم شي شويه وجديد، فهمتيني؟ ويعني حقيقي هذا الشيء اللي كاين. بارك الله فيك بنتي. العفو الجزيل لجريدة الوطن بريس، لأن سبق لي يعني شفت واحد العدد منها وعجبني، وكنت سائل وقتها فين غادي نتصل بهاد الناس وفين غنعرفهم وداك الشيء. فإذا سبحان الله العظيم حتى جا الإنسان، حتى جات القدرة جابتك حتى لعندي. هذا هو من المناسبه هي هذيك مع عيد العرش نيت مزيان الحمد لله. ونتمنى لكم التوفيق بنتي، بارك الله فيكم والله يرزقكم التوفيق، وتكونوا دائما يعني نتمنى التالق لهذه الجريده ان شاء الله. شكرا.